السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، تحياتي لكم. حلقة جديدة من برنامج الرأي على قناة الصحة والجمال. كذبوا حين ادعوا أنهم قدموا للبحث عن ميراث تاريخي ديني في وطن ليس لهم، وقد أثبتت الشواهد والدلائل كل زيف ادعوه وكل كذب اختلقوه. فعلى مدار 75 عام مجازر وجرائم وحشية لم تشهد لها الإنسانية مثيلا. هذه الجرائم لا يمكن إلا أن تؤكد بالدليل الموثق أن هؤلاء قد نفتهم أوروبا نفت خبثها إلى أرض طاهرة طمعا وليس حقا تاريخيا. على مدار 75 سنة إلى حرب غزة الأخيرة، جرائم ارتكبت بحق الإنسان والبنيان والعمران غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، لم ترتكبها حضارات أو أمم بربرية سابقة. إلى اليوم وصل عدد الشهداء في غزة 16,000 شهيد بخلاف 7,000 مفقودين تحت الأنقاض. تدمير أكثر من 65% من البنية السكنية في غزة، تدمير المرافق المدنية، مستشفيات ومدارس ومصانع ومحطات طاقة. الأطفال والنساء كان لهم النصيب الأكبر من هذه المجازر الخسيسة التي لا يمكن أن يتصف بها إنسان خلقه الله وكرمه. حول توثيق جرائم الاحتلال بكل الطرق لمقاضاته وملاحقته، حيث أنه لا تسقط جرائم الحرب بالتقادم. يشرفنا النهاردة في الاستوديو المستشار شعبان الجمال، مقرر لجنة الحريات باتحاد المحامين العرب وعضو لجنة الدفاع عن فلسطين بالنقابة العامة للمحامين، ومعنا الأستاذة عبير أبو صمرة الكاتبة الصحفية والناشطة الحقوقية الفلسطينية. أهلا بكم. السؤال في الأول يا أستاذ شعبان، مجازر على مدار الدقيقة، جرائم بحق الأطفال والنساء وبحق البنية التحتية على مدار الدقيقة، والعالم يتفرج، والعالم قد تغلو الشعوب في الميادين وفي الشوارع، وتعاطف شعبي عالمي غير مسبوق مع القضية الفلسطينية، ولكن الذين يحكمون والمؤسسات الدولية والهيئات ذات الاختصاص أين هي وأين دورها مما يحدث؟ تفضل فندم. اهلا بكم طبعا، وتشرفنا بالحضور معكم. اولا احنا يعني ممكن ما نقولش مجازر، بل نطلق عليها اباده جماعيه كامله لشعوب وشعب فلسطين. عزل اطفال ونساء وشيوخ لن يتركوا بشر على مر الزمان في فلسطين، وازدادت الحده منذ 7 اكتوبر بعد طوفان الأقصى وتحرك الحوافل والمؤامرات الصهيونية ضد الكيان الفلسطيني. النهاردة مش مجزرة واحدة، لو مجزرة لها موعد ولها وقت تقف فيه المجزرة، تقع وتنتهي المجزرة، تبدأ في ساعات محددة وتنتهي. ولكن نحن منذ 7 أكتوبر حتى الآن شعب يباد. أين هي المجزرة؟ هذه إبادة كاملة حقيقة. إبادة كاملة. لن ينجو منها الأطفال، لن تنجو منها النساء، لن ينجو منها الشيوخ. صحيح. هم شعب عزل من السلاح، هم شعب يدافعون عن أرضهم. هناك من يتهم هؤلاء أنهم بدفاعهم عن وطنهم هم يبيعون القضية الفلسطينية، ولكن للأسف هم محاصرون، هم يبادون ليل نهار. النهارده لما مستشفيات تباد، لما مدارس تباد، لما اطفال عزل يطلعوها من تحت الانقاض، من استطاعوا ان يخرجوا من تحت الانقاض، ومن لم يستطيعوا حتى الان. 7,000 مفقود يا استاذ، حرام يعني. اي منطق وفي عدد الشهداء حقيقه يعني، اي منطق النهارده 60 يوم يعني صعب احتمال الحياه مع تحت الانقاض لمده 60 يوم. اي منطق ولا اي عقل يقول ان تترك الساحه لهؤلاء الصهاينة، لهؤلاء المعتدين على شعب العزل وعلى إخواننا في فلسطين بإبادة كاملة. نهاردة حتى الإعانة والدعم ليهم احنا مش قادرين ندخله. النهاردة على معبر رفح قوافل واقفة قدام معبر رفح مش قادرة تدخل. النهاردة في قوافل بتدخل بتتضرب، هي وداخلة تتضرب أول ما تدخل
على دعم الإخوة الفلسطينيين على الأقل. احنا قلنا يدعموا الناس اللي هي مصابة، نوصل الأدوية، نوصل الجرحى. النهاردة انت مش قادر حتى تدخل، انت لما صحيح. تشوف كم العدد قدام معبر رفح المنتظر في قوائم الانتظار مش قادرين يدخلوا. صحيح. النهاردة ما تركوش شيء إلا وفعلوه في فلسطين، جرفوا البنية الأساسية، هدموا البيوت على رؤوس أهاليها، قتلوا الأطفال نهارا جهارا. النهاردة حتى الإخوة الفلسطينيين مش قادرين يطلعوا، زي ما انت حضرتك بتقول، مش قادرين يطلعوا الضحايا اللي تحت القدم، انه مفيش معدات، يدمروا المعدات الثقيلة القليلة جدا في القطاع، بيضربوها بيدمروها بيدمروها. يعني مؤخرا أذيعت أنباء عن تدمير كل الجرافات وكل المعدات القليلة جدا المتاحة اللي بتقترب لإنقاذ الضحايا تحت الأنقاض، بيدمروها. هو فعلا هي حرب إبادة جماعية. هذه في نظري هي إبادة جماعية. كاملة إبادة كاملة لشعب أعزل، محاصر. لشعب محاصر من سنين وازداد عليه الحصار، يتحرك ليأخذ حقه، ولكن الكيان الصهيوني يبيد شعبنا ويبيد إخواننا الفلسطينيين أمام أعين الجميع. صحيح. النهاردة العملية العالم أجمع. مش مخفية. كل العالم النهاردة ينظر ويشاهد ماذا يحدث في فلسطين. النهاردة الشعب المصري كله حابب يساعد، هيعمل ايه؟ متعاطف. عمل اللي في استطاعته هنا في مصر، عملوا مقاطعة لبعض المنتجات واللي ادت لاثارها الاقتصادية، فعلا حققت اثار اقتصادية ضارة بالمنتجين وبالشركات الاوفرسيز اللي هي المملوكة للغرب اللي بتدعم اصلا كيان الاحتلال. فالنهارده احنا يعني نتمنى الموضوع ده يكون ليه وقفة، يكون ليه نقطة، عشان نقدر على الاقل نساعد اخواننا الفلسطينيين جوه. صحيح. أستاذ عبير، منذ قدوم عصابات الهجنة إلى فلسطين سنة 1947 أو ما قبلها، كان الهم الشاغل ليهم فعلا زي ما بيقول المستشار شعبان الإبادة، إبادة الشعب الفلسطيني. وأول مجزرة حدثت ببلد الشيخ سنة 1947 وراح ضحيتها 60 فلسطيني، وتوالت عشرات المجازر، قانا ودير ياسين وصبرا وشاتيلا ودير البلح وخان يونس 1 وخان يونس 2، إلى أن وصلنا إلى هذه المأساة الإنسانية التي يتغنى بها العالم وأصبحت ملحمة. كيف يمكن أن نوثق، أسألك عن التوثيق، كيف يمكن أن نوثق هذه الجرائم في منظومات توثيقية متحدة متواصلة، ما نعملش في شتات، يعني على مستوى الداخل العربي، على مستوى الداخل الفلسطيني، كيف يمكن أن نوثق هذه الجرائم، وكيف يمكن أن نتواصل مع المعنيين بهذا الأمر في المجتمعات الأخرى في أوروبا، في أمريكا، في الشرق، لأننا شاهدنا تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية ونهضت من جديد، وقد تكون هذه الدماء الزكية كانت الثمن لهذه اليقظة وهذا البعث للقضية الفلسطينية. كيف يمكن أن نوثق هذه الجرائم ليتم بعد ذلك ملاحقة الجناة؟ تفضلي فندم. هو صعب جدا أن احنا نقول أن هي جريمة بسيطة في شعب فلسطين، سلسلة من الجرائم، إبادة هي جماعية، إبادة من أيام وصول الهجانة. إحنا خرجنا في 48، والدي الله يرحمه خرج في 48، وخرجنا أيضا في مذبحة صبرا وشتيلة، كنت من الأطفال في لبنان، فحضرت كل ما تتوقعه من مجازر. ما يحدث في غزة من أكبر وأقوى المجازر حقيقياً، وهي مجازر الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عشان نوثقه لازم نذهب إلى المحاكم الجنائية، وزي ما مدير المحكمة الجنائية نزل عشان يوثق ما حدث يوم 7 أكتوبر بناء على ما قدم من إسرائيل للمحكمة الجنائية إن حماس ارتكبت جرائم حرب وخطف وكده، إحنا من حقنا إن إحنا نطالب. وللأسف تبين كذب كثير من هذه الإدعاءات، منها قتل الأطفال وقطع رؤوس الأطفال، يعني تبين كذب هذه الإدعاءات. في أثناء تسليم في طوفان الأقصى حصل تبادل للأسرى مع الرهائن في قطاع غزة، أثبتنا بالأدلة والتوثيقات بأننا عملنا أسراهم أو رهائنهم عندنا أحسن معاملة. صحيح.
وكل العالم ده شاف، كان باين على شاشات التلفزيون كل العالم أثناء شاف لحظات تبادل الأسرى. واقتنع، وان بمجرد التهدئة ما خلصت رجعنا للمجازر مرة اخرى، وان تم قتل اطفال بطريقة مش طبيعية. انا بطالب المجتمع الدولي والعالم وكل عربي في كل مكان في العالم الاجنبي او الاوروبي او الامريكا انه يوثق هذه الصور والفيديوهات وينشرها على اوسع نطاق، وان احنا دورنا اقوى ان احنا نبتدي نذهب الى المحاكم الدوليه ونطالبهم. هي دي اللي نقدر نقول ان احنا في الفتره دي نلاحق وزير رئيس الوزراء الاسرائيلي مع وزير الدفاع الاسرائيلي نلاحقهم في المحاكم الجنائيه، غير كده لن نستطيع ان ناتي بحق الشعب الفلسطيني. تمام. معالي المستشار، احنا شفنا حضرتك في الازمه الاوكرانيه تسارعت المؤسسات العدليه والحقوقيه في اوروبا بإدانة روسيا ووصف الرئيس الروسي بمجرم حرب، واتخذوا إجراءات قانونية، وفي أماكن كثيرة ومواقف كثيرة في يوغوسلافيا تباطؤوا قليلا، ولكنهم في الآخر برضو عقدوا محكمة جنائية، ونفس الأمر في رواندا، ونفس الأمر في بعض ممارسات قادة الجيش الروسي في الشيشان. يعني أرى حضرتك أني في كل الأحوال وإن حدث تباطؤ ولكن تقام محاكمات جنائية لمحاكمة مجرم الحرب. لماذا خلال 75 سنة وعشرات الجرائم التي سأتلوها على المشاهد وعلى حضراتكم بعد قليل، جرائم إبادة كما تفضلت وقلت وكما تفضلت الأستاذ عبير، لماذا لم نفلح حتى الآن، لم نفلح حتى الآن أن نصل إلى الحصول على إدانة من لقادة الكيان عبر التاريخ، مناحم بيجن، رابين، شارون، نتنياهو؟ ما أسباب فشل حصول العرب والفلسطينيين وهم أصحاب حق قوي في الحصول على عمل محكمة جنائية أو حق إدانة لهذه القيادات البغيضة العنصرية؟ إيه الأسباب بوجهة نظر حضرتك؟ حضرتك النهاردة الكيانات الغربية كلها متكاتفة ومتكاتلة مع بعضها. النهاردة لما حصل زي ما قلت في أوكرانيا، هم يدينون من يفعل ذلك، انما في قضايا العرب عندك ليبيا، عندك العراق، عندك سوريا، اليمن، لم نجد تحرك واحد من الدول الاوروبيه او الدول الغربيه تقول ان هناك مشكله. ليه؟ لان هم الهدف الاسمى عندهم خراب العالم العربي. النهارده لما هو جعل العراق وما فيها الآن، مش هنتحدث، جعل ليبيا وما فيها الآن سوريا، النهاردة الكتل اللي كانت موجودة وخط دفاع للعالم العربي النهاردة قضى عليها، تم تفكيكها. صحيح. تم تفكيكها. صحيح. إجماليا. فالنهاردة أنت جاي حضرتك دول عصابة. صحيح. عصابة مع بعضهم، مخططات صهيونية لإبادة الشعوب العربية. النهاردة العالم العربي بعيد، العالم العربي مش عايز لحمة وتلاحم في القضية العربية. احنا لو نتحرك على القضية العربية هنكون عندنا قوة وقوة فاعلة على أرض الواقع، ولكن للأسف هم النهاردة قاعدين على بالسفن والبارجات والطائرات وحاملات الطائرات على الحدود الدول العربية، منتظرين دخول. النهاردة ان العالم في غفلة، منتظرين بس ان ينزلق الدولة الكتلة في المنطقة، يدخل الى حرب التحالف بتاعهم على الدول العربية اللي هي النهاردة. وللأسف احنا مش هنتكلم، في دول طلعت مساندة للكيان الصهيوني. صحيح. النهاردة انت بتقول عايز ادافع عن القضية الفلسطينية، لانه مش على عشان القضية الفلسطينية عشان هنقول فلسطين، ولكن ديت كيان العالم العربي، وحدة العالم العربي في فلسطين. النهاردة لما انا اقول دولة عربية بتساعد الكيان الصهيوني في القضاء على الاخوة العزل في فلسطين، يبقى النهاردة انا مش عايز اعمل لحمة وتكاتف بين الدول العربية، بل بأساعد الصهاينة في قتل اخوان. صحيح. فالنهارده ازاي انت عايز تعمل محاكمه؟ احنا في كذا محاكمه، واختنا زين بتكلم على محاكمه جنائيه. ما انا بقول في كذا، في تمت محاكمات جنائيه. هل تمت محاكمات جنائيه خلال القادم لاسرائيل؟ اخذنا وخدت احكام من محكمه الجنائيه الدوليه، ولم تنفذ حتى بالفعل. احنا ده قانون وفهمين، ولم تنفذ. احنا يعني بنضغط على الراي العام، بنعمل حاجه زي ايه، محاكمات شعبيه داخليه. سياده المستشار، بمناسبه الراي العام،
يعني استاذ عبير انا بشوف حاجه يعني تحتاج الى تفسير، يعني ارى ان صعب انك تحصل على الحق الفلسطيني او الحق العربي في معظم قضايا بسبب ان المنظمات التي يمكن ان تمنحك هذا الحق قانونا هي مسيطر عليها او موجهه وصهيونيه كلها صهيونيه، ولكن في ذات الوقت ارى قاده اوروبيين، سكرتير عام الامم المتحده، رئيس وزراء اسبانيا، رئيس وزراء كندا، وكذلك رموز من المجتمع السياسي والمجتمع الاقتصادي والثقافي والفني في اوروبا وفي امريكا بيدينوا ادانه واضحه وبيدخلوا في مشاكل دبلوماسيه مع اسرائيل بدون الجرائم الحرب وهذه الاباده. هل ده يقول ان الراي العام الاوروبي فيه بعض الرموز الايجابيه وفي وعي للحقوق الفلسطينيه ونبني على ده ونستغله، ولا ده مساله تبادل ادوار ليس الا؟ احنا نقدر نقول ان لاول مره من 75 عاما ان دول اوروبا ودول امريكا تبتدئ تتعاطف الشعب مع القضية الفلسطينية وما يحصل من مجازر وإبادة للشعب في غزة. لأول مرة يتحركوا ويبتدوا يعلنوا ويبتدوا، هي مش تبادل أدوار، هي فترة الآن لابد من أخذها. فرصة تاريخية. فرصة. لأني اسمحي لي مش أضح حضرتك يا أستاذ عبير، إن اللي إحنا شفناه في شوارع وميادين أوروبا وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي رموز فنية ورموز سياسية ومصرية تعاطف قوي جدا وتصريحات واضحة مع القضية الفلسطينية. فحضرتك تفضلي، ازاي احنا نستغل ده؟ ازاي نستغل ده ونبني عليه؟ ازاي نستغل ده في الفتره دي هي المحاكم الدوليه لاثبات ما اخذناه من حكم سابق، ان احنا خدنا حكم سابق على اسرائيل، يبقى في اللحظه دي نبتدي نلاحقهم. رئيس الوزراء ايا كان يتحرك لابد ان يقبض عليه بمجرم حرب. تمام. في حاجه ثانيه احنا بنقول برضو الاعلام له دور كبير جدا طبعا انه يتحرك على هذه النقطه. احنا بتواصلنا مع بعض الجنسيات المختلفة منهم في امريكا ومنهم في دول اخرى، قال لك احنا كنا مغيبين. على فكره انا قعدت مع ناس صحيح. قال لك كنا مغيبين الفتره اللي فاتت دي، بيقولوا لنا اسرائيل دي الحمل الوديع والضحيه والمظلومه، اسرائيل دي غلبانين اسرائيل. فقال لك لما احنا شفنا اللي حصل بعد 7 أكتوبر، بعد 7 أكتوبر أيوة. شفنا اللي حصل في فلسطين، وإحنا يعني من الجنسيات اللي هي العربية اللي خدت الجنسيات الأمريكية، قال لك لا إحنا شفنا الدنيا متغيرة هناك. تمام. إزاي ده أنتوا بتقتلوا فيهم؟ الناس دي كانت عليها حصار من سنين فاتت، من عقود، والنهاردة لما هم بيتحركوا على ده أنتوا بتقولوا هم ضربوك، هم ما ضربوش. النهاردة هم زي ما أستاذ عبير ذكرت برضو الأسرة، وضحت الاعلام ازاي معاملتنا للاسرى. أيوة. الاسرائيليين، وازاي هم معاملتهم للاسرى الفلسطينيين. المستغرب في الامر يا استاذ شعبان مع المستشار، ان كان الاسيرتين الاسرائيليتين الكبار في السن دول اللي طلعوا اشادوا بالمعامله الحسنه وبالاخلاق الحسنه في المعامله. للاسف الشديد النهارده حضرتك ان تصريحات في اسرائيل وتقول لك كان ينبغي ان يحجبوا عن الاعلام والا يدلوا بهذه التصريحات. هم مش عايزين الراي العام يعرف ان هم بيعملوا ايه في العالم العربي. تمام. طب معانا مداخله على التليفون الاستاذ الدكتور احمد عمران، استاذ الصحافه بجامعه الثقافه والعلوم. اهلا وسهلا يا استاذ الدكتور. اهلا وسهلا استاذ ناصر. ازاي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله. احنا كنا بنناقش يا فندم جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، فحضرتك كيف يمكن ان يؤدي الاعلام دورا في توثيق هذه الجرائم وهذه الاباده الجماعيه؟ ده من ناحيه، والناحية الثانية إزاي الإعلام ممكن يخلق جسور لتوصيل المعلومة لرأي عام غربي كان مغيبا أفاق على كارثة غزة؟ هو طبعا بداية أن الحادث الآن أو منذ 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة لم يسبق له مثيل في التاريخ، حتى في أيام الحرب النازية اللي هي كانت الحرب العالمية الثانية اللي تم استخدام فيها وسائل يعني محرمة، ووصل الأمر بأن إسرائيل بتسوي الناس بالأرض بالأماكن بالزراعة بالبيوت بكل شيء، غير عابئة بالقانون الدولي أو غير عابئة بالمجتمع الدولي أو حتى الرأي العام في الدول الأخرى أو في العالم كله، وتعتبر نفسها إسرائيل طبعا أنها فوق القانون. وهذا يتطلب من تضافر الجهود في الإعلامية والسياسية والدبلوماسية لتقديم
مجرم الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. طبعا دور الإعلام يتحدث في يعني نشر الوثائق ونشر الصور ونشر التصريحات والأخبار، ولكن هذا يعني وحده لا يكفي، ولكن يجب تنظيم هذه الوثائق وترتيبها وفي شكل بحثي أو في شكل مرتب ومنظم ومصنف لتقديمها بالأدلة والوثائق، وهي طبعا أدلة واضحة وكثيرة ولا تحتاج إلى برهان. لكن المحكمة حين تنظر مثل هذه القضايا تحتاج لأدلة بينة واضحة ومحددة، فطبعا هتوجه أسئلة يجب الإجابة عليها، هتطلب وثائق، هتطلب مستندات، وهي كلها الآن متوفرة. يعني مثلا لو سمحت لي يعني تفضل أقول إن الوثائق ممكن مثلا لازم جهة يعني سياسية أو جهة عربية تتبنى جمع هذه الوثائق، مثل الجامعة العربية مثلا، ثم بعد كده تمد بها السلطة الفلسطينية أو الإدارة الفلسطينية لرفع القضية. أولا مثلا زي الصور الفيديوهات اللي بتنشر يوميا وبتبين المآسي والمجازر التي تحدث في غزة، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم اللي بيقولوا احنا هنبيد مثلا نبيد مثلا او هنغرق الانفاق بالماء او وده 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 يسبب تلوث بيئي ويسبب طبعا دمار للتربه ودمار للمجتمع ودمار للاراضي الزراعيه. حاجه تاني الاسلحه المحرمه، الاسلحه الفسفوريه يجب رفضها وتحديدها، وكمان شهاده المضارين انفسهم يجب ان اخذ شهادات توثيق الشهادات الضحايا بالظبط او من يشهد الوقائع اللي هم الناس الاحياء اللي هم شهود الوقائع. صحيح نعم، شهود الوقائع، رغم ان شهود الوقائع يا دكتور في معظم الاحوال وسائل الاعلام اللي هم طبعا الصهاينه بيتعاملوا معها بعنف، يعني هدموا 50 مؤسسه اعلاميه، قتلوا حوالي 280 صحفي تقريبا. حضرتك يعني هم برضو ادوات التوثيق هم برضو بيعملوا على ايقافها او اسكاتها. كل المضارين يشاركوا بما فيهم المواطن العادي او المضارين العاديين او اي مؤسسات اعلاميه او سياسيه اديرت في هذه الحرب. الحاجه الثانيه وسائل حرمان وسائل الحرمان من الحق بالحياه اللي هم بيتبعها برضه يجب تسجيلها، زي منع الطعام والشراب والكهرباء والحاجات دي كلها يجب برضه انها توثق. شهادات منظمة حقوق الإنسان المحلية والدولية، يعني إذا الوثائق تتضمن كذا فرع وليست شيء واحد اللي هو الإبادة الجماعية فقط والقتل فقط، ولكن لها جوانب أخرى كثيرة متعددة تتلخص في هذه الأشياء اللي حضرتك قلت عليها. عايز أقول إن السيد كريم خان اللي هو المدعي العام للجنائية الدولية في نظام المنطقة والتقى برئيس السلطه الفلسطينيه السيد ابو مازن وطلب منه حتى ابو مازن تسريع رفع القضيه، يعني تسريع اجراءات القضيه، يعني هي اذا الفلسطينيين يعني سيقومون برفع القضيه بمساعده الجامعه العربيه. من المبادئ الاساسيه للقانون الدولي الانساني التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والقانون الدولي بيحظر مهاجمة أولئك العاجزين عن القتال، يعني يحظر القانون الدولي مهاجمة المدنيين، يبسط حماية لحماية المدنيين حتى حماية العسكريين الأسرى برضو. حضرتك القانون الدولي بسط حماية ليهم من منع تعذيبهم، منع استخلاص المعلومات بالطرق القسرية. وأنا عايز أنتهز وجود حضرتك معنا يا دكتور أحمد وأسأل حضرتك سؤال، يعني كنا لسه بتناقش معاه مع المستشار شعبان والاستاذ عبير، ان حضرتك احنا دايما نتهم في المنطقه العربيه ان احنا بنخاطب بعض، بنكلم بعض، الاعلام العربي يكلم الداخل العربي، كيف يمكن ان نستغل كما اشار السادة الضيوف وكما طرحنا في الحلقه حاله التعاطف الايجابي والوعي بالقضيه الفلسطينيه والمظلوميه الفلسطينيه، كيف يمكن كاعلام عربي ان نستغل هذه الحاله ونمد جسور للتواصل مع الإعلام المماسي في الغرب، مع المنظمات أو المؤسسات الاختصاص،
كيف يمكن أن نضع خطة عربية أو نبني خطة عربية لينطلق الإعلام العربي بصوته خارج نطاق الخريطة العربية؟ تفضل. بالضبط. هو حتى هو في الجامعة العربية موجود اتحاد الإعلاميين العرب أو الإذاعات العربية، اتحاد الإذاعات العربية ده موجودة من زمان، يعني ده ممكن عن طريقها يعني، وكمان الترجمة واللغة، يعني احنا لا يجب أن نتكلم أو نتحدث أو نعمل برامجنا باللغة العربية، ولكن يجب توجيه بكل لغات العالم. احنا يعني عندنا الجامعات المصرية والمراكز البحث المصرية ودور النشر المصرية غنية بالمترجمين، ويجب ان احنا نترجم هذه الوثائق، حتى الوثائق والصور يجب التعليق عليها باللغات المختلفة ونشرها طبعا في عبر وسائل التواصل الاجتماعي. انت عارف سيادتك ان في الامم المتحدة اصلا مكتب الشكاوى، يعني في الامم المتحده في مكتب اصلا تابع للامم المتحده لتلقي مثل هذه الوثائق والشكاوى. تمام 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 يا دكتور احمد، ان شاء الله حضرتك تشرفنا في الاستوديو ونستفيد من معلومات حضرتك ان شاء الله في حلقه تكون شرفنا فيها. شكرا يا دكتور احمد. كان معنا الدكتور احمد عمران استاذ الصحافه بجامعه الثقافه والعلوم. نرجع للمستشار شعبان، هل حضرتك المحكمه الجنائيه الدوليه او المنظمات القانونيه اللي لما انا بلجا ان ارفع قدامها قضايا، هل ما يوثق بالشكل العادي من وسائل إعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو إذاعات أو شهادة الشهود يكفي لإقامة حجة قانونية، أم أن الأمر يحتاج إلى زي ما بنقول لنا تحقيق أدلة جنائية وفحص بالشكل القانوني اللي سعادتك تعرفه؟ تفضل. حضرتك لو هو في القضايا العادية هنقول الأمر صعب، إنما النهاردة القضية الفلسطينية على مسمع ومرأة من العالم كافة، فالنهاردة بكل وسائل الإثبات موجودة، بالتصريحات اللي صادرة من الكيان الصهيوني نفسه لإدانة نفسه موجودة النهاردة. لما يقول لك سوف نبيد الشعب الفلسطيني، النهاردة ما يقول لك سوف نهجر الشعب الفلسطيني، فدي النهاردة مش محتاجة أدلة، الأدلة واقعة والأدلة مصورة سواء من إذاعات داخلية أو خارجية. أنا بقصد يا أستاذ المستشار أني حضرتك في بعض الجرائم اللي هي ظاهرة أمامنا واضحة وضوح الشمس، ولكن تحتاج إلى تحقيق وتدقيق فني، بمعنى أن احنا النهاردة بنقول أني حقا رأينا أن نوع الأسلحة المستخدم في غزة من قطر الحفر من قوة تدميرية أسلحة غير محرم. عادية أسلحة محرمة، ولكن حضرتك الكلام المشافهة دوت لا أعتقد إلا أنك أنت تكون في معامل لفحص مخلفات هذه الأسلحة، مخلفات هذا التدمير، وانت عارف ان حضرتك المعامل دي او الامكانيات دي غير متاحه في اوطاننا العربيه، وان اتيحت لا اخذ بها. انت يكفي فيها الادعاء في القضايا دي، هتكفي فيها الادعاء ويكفي فيها البينه الظاهره. النهارده بشتكي الشكوى بتاعتي او بحرك القضيه بتاعتي على قرائن وعلى ادله واضحه وظاهره للجميع. النهارده في حل ان انا النهارده انا مش قادر اوصل، حتى بنقول احنا الاعانات مش قادر اوصلها، فاوصل ازاي محققين وازاي الناس، هدخل جهات معينه زي ما تقول حضرتك. انا بتكلم حضرتك على المنظمات الدوليه زي الامم المتحده ما هي المنظمات دي هتاخد بالوقائع الموجوده والمصوره والموجوده بالفعل. فهي النهارده الساحه متاحه للجميع. تمام. استاذ عبير، حضرتك احنا زي ما قلنا ان من سنه 47 لغايه النهارده 2023 مجازر مستمره في الارض الفلسطينيه في الضفه وفي غزه. حضرتك يعني في خلاف في مش هقول في الشارع العربي، ولكن تظهر بعض الاصوات تقول لولا ان فصائل المقاومه اتفقنا او اختلفنا مع هذا امر اخر، لولا انها قامت بهذا الامر ما وصلنا الى هذا التدمير. ويغفل هؤلاء انه في الضفه الغربيه التي ليس فيها فصائل مقاومه كل يوم شهداء وكل يوم استباحه المسجد الاقصى. برضه حضرتك يعني كان من ضمن الاراء الايجابيه اللي اتقالت ان هذه الدعاوى هي مقصود تعميمها ونشرها لشق الصف العربي وشق الشارع العربي المفترض النهارده هو في حاله تأييد ايجابيه قويه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه. تفضل يا تعليق حضرتك. هو التعليق الوحيد ان احنا ما فيش اختلاف ما بيننا وما بينه، احنا اول يوم 7 اكتوبر كل الشعب الفلسطيني سواء في غزه او في الضفه صحي في حاله فرحه كبيره طبعاً مما حدث، ونحن كلنا بلا استثناء قلبا قالبا مع
المقاومة، لأن المقاومة كل همها إرجاع الأرض، حماية الأرض والشعب، إحنا معاهم قلبا وقلبا. ما حدث وما يحاول إسرائيل أن هي تبتدي تنشره بأن غزة والمقاومة وقامت يوم 7 أكتوبر إن هم عملوا يوم 7 أكتوبر الهجوم اللي عملوه واللي حصل ده كله في 7 أكتوبر. طب ما احنا عندنا الضفة يقتل يوميا بالظبط ويهجموا على البيوت، المقدسات الإسلامية والمسيحية واقتطاع الطرق من تستباح من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسؤول. صحيح هذا فلو حضرتك انتبهت برضو في الضفة الغربية ما فيش مقاومة ما فيش سلاح، إذا كان سلاح فسلاح مع السلطة الوطنية المصرح لهم فقط بحمله. ففين بقى ان احنا نقول ان غزة لوحدها وضفة لوحدها؟ لا، ما هي في غزة زي الضفة، هناك يقتل وهنا يقتل. فعلا حضرتك زي ما بقول لك ان هذه الدعاوى هي مقصود بها، هي على يعني نعلم تماما ان وراء هذه الاشاعات وهذه المقولات المفرقه غرف يديرها الموساد والاجهزه الامنيه الاسرائيليه. رساله من حضرتك للشارع العربي، كيف يمكن في ظل الظروف التي تدركينها جيدا ان يدعم ابناء فلسطين ويدعم القضيه الفلسطينيه؟ تفضلي. هي رسالة واحدة ما اقدرش اقول اكتر منها، وبنقولها يوميا من يوم 7 اكتوبر بمراقبتنا للجزائر، المجازر الفلسطينية اللي بتحصل في فلسطين في غزة. نقول هذا الوقت هو اتحاد القوة العربية وتكاتفنا مع شعب فلسطين، اذا لم نقف بجوارهم الان فلا يوجد وحدة عربية مرة اخرى، ولن نجد من يقف جنب اي دولة سوف يأتي عليها الدور. فهي غزة الحصن المنيع لكل الوطن العربي. معالي المستشار، كلمنا عن اتحاد المحامين العرب ودوره في دعم القضية الفلسطينية خاصة على أثر أحداث غزة الأخيرة في لجنة الحريات واللجان النوعية ذات الاختصاص. ماذا قدمتم أو ماذا فعلتم؟ هل في بلان أو خطة معينة لدعم القضية الفلسطينية؟ ونعرج برضو في هذا السياق على نقابة المحامين، بما أن حضرتك عضو الدفاع عن القضية الفلسطينية عن فلسطين في النقابة العامة للمحامين. تفضلي. صحيح، منذ بداية الأزمة ونقابة المحامين في صدارة المشهد واتحاد المحامين بالفعل تحرك في عقد مؤتمر أو أكثر من مؤتمر خارج مصر لدعم القضية الفلسطينية. المعلوم والمعروف لدى الكافة عندنا في نقابة المحامين أو نقابات المحامين على المستوى العالم العربي أنه اتحاد المحامين العرب أنشئ لأجل القضية الفلسطينية فقط. تمام. يعني سبب إنشاء اتحاد المحامين العرب الأساسي تكوينه على دعم القضية الفلسطينية، وكان من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لما خصص للاتحاد المقر بتاعه في جاردن سيتي فخصص له المكان لدعم القضية الفلسطينية. اجتمع الامين العام بالسيد النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب الاستاذ عبد الحليم علام اللي هو يشغل نقيب محامين مصر حاليا، اجتمع بالامين العام بن عيسى اكثر من لقاء خارج مصر، وهو والساده الزملاء اعضاء المكتب الدائم في اتحاد المحامين العرب لدعم القضيه الفلسطينيه. كان في اجتماع في بغداد بوجود زملاء المحامين في بغداد كلهم ونقيبة محامين بغداد العراق، فاجتمعوا لأجل حل القضية الفلسطينية ولأجل التشاور على الأقل، مش هنقول حل، أننا احنا كنقابات علينا دور المساعدة القانونية، سواء التحرك زي ما انت حضرتك قلت التحرك في تدوير القضية الفلسطينية دوليا هيكون طبعا عن طريق اتحاد المحامين العرب لأنه هو في مجلس الأمم المتحدة وموجود لنا كنقابة محامي أو كاتحاد المحامين العرب ليه الوضع بتاعه. فالتحرك بتاع اتحاد المحامين العرب منذ بدء المشكلة، هو منذ إنشاؤه هو شغال على القضية الفلسطينية أكثر من موضوع، ولكن منذ 7 أكتوبر 2023 تحرك اتحاد المحامين العرب دعا لوقفة على مستوى العالم العربي في ساعة كانت محددة، أن يقف جميع المحامين على مستوى العالم العربي وقفة واحدة ونفذ هذا القرار ونفذ هذا القرار على مستوى العالم العربي. فاحنا بنوصل الرساله انه المحامين وكاتحاد المحامين العرب موجود ومدافع، المدافع الاول عن القضيه الفلسطينيه، ومعانا زملاء من نقابه فلسطين نفسهم مشتركين معانا وموجودين معانا بحضورهم سواء هنا او في بعض الدول بره. في معالي المستشار، في الفتره الاخيره نشطت مكاتب حقوق في اوروبا وفي امريكا
ومنظمات حقوقية لتوجيه الاتهام وإدانة الكيان المحتل ورفع قضايا متعددة. تمام. هل في إمكانية للتواصل مع اتحاد المحامين العرب أو النقابات المحامين في الدول العربية أو حتى نقول المنظمات الحقوقية الأهلية مع هؤلاء لتعظيم الفائدة أو لتحقيق قوة أكبر في فضح إسرائيل والنايل منها؟ لا هو بالفعل في تواصل معها، مش إمكانية، هو بالفعل في تواصل مع الاتحاد المحامين. يعني أنا أسف أني بطعك، على سبيل المثال محامي اسمه جيل ديفر تمام جند النهارده اكثر من 500 محامي فرنسي لاوروبي. هو بالفعل انا متابعين ودور القضيه هناك، فاحنا بالفعل في تواصل معهم بحيث يبقى في تداول للقضيه من 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 الدول الغربيه ومن الدول العربيه. النهارده احنا كاتحاد المحامين العرب في جميع الدول لينا المقرات بتاعتنا، غير دوله المقر اللي هي مصر، هي دوله مقر الاتحاد المحامين العرب. تمام. ففي تواصل بالفعل مع المؤسسه. في مداخلات معانا يا استاذ محمود؟ اتفضل. في بالفعل تواصل مع المؤسسات دي لدعم القضية الفلسطينية على مستوى العالم، المستوى العالم، مش هنقول مستوى العالم العربي، على مستوى العالم كله، ان احنا النهاردة لازم نوصل انه في اتصال مباشر ما بيننا وما بين المنظمات الحقوقية اللي هي زي ما بتحصل في الدول العربية. مشكلة هي بتهاجم او بتؤيد، في نفس الوقت احنا لينا دور كمنظمات داخل مصر هنا، منظمات رسمية تبع الدولة او مؤسسات زي نقابات مهنيه، لينا دور بنتحرك فيه. طيب تمام، نستاذنكم في فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. فاصل استاذ محمود. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، ومعنا في الاستوديو زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل المستشار شعبان الجمال، مقرر لجنة الحريات باتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة الدفاع عن فلسطين بالنقابة العامة للمحامين بمصر، ومعنا الأستاذ الكاتبة الصحفية الأستاذة عبير أبو سمرة الناشطة الحقوقية الفلسطينية. أهلا بكم. أهلا وسهلا. نفس السؤال اللي سألته على معالي المستشار يا أستاذ عبير، أن المنظمات الحقوقية الأهلية لازم يكون لها دور في التواصل مع الآخر لتعظيم الفائدة من إدانة هذا الكيان. نفس الأمر ينطبق على، بما أن حضرتك ناشطة في الحقوقية، نفس الأمر ينطبق على منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي، اللي إزاي ممكن تتواصل عالميا وتفضح أو تبني جسور من التعاون لمحاصرة الاحتلال. تفضلي فضل. هو فعلا بدأت هذه المنظمات الحقوقية خاصة في مصر هنا بدأت التحرك فعلا باتجاه العالم الأوروبي، وبدأوا يبتدوا يرسلوهم وابتدوا يشوفوهم. في نفس التوقيت عندنا الشباب من غزة في دول أوروبا بدأ يتحرك على الأرض الواقع، وبدأ يوصل رسالة، يوصل الصوت، ويوصل ما يحدث في غزة. ما كانش زمان في رأي أكتر زي من دلوقتي. بدأ يروحوا يتجهوا لمكاتب حقوق الإنسان، لحقوق الطفل، المنظمات الدولية كلها بدأت تتجه عيونها مرة أخرى إلى غزة. هذه الحقوق أو المنظمات الدولية هي الآن اللي هتكون السبل أمامنا بما أخذته من أرض الواقع في غزة، ما حدث في خلال الفترة اللي فاتت من يوم 7 أكتوبر، هتكون معانا متواجدة معانا في أثناء محاكمة العدو الصهيوني بما فعله في قطاع غزة،
بما أخذه من أدلة ووثائق وبدأ يطلعها بره وبدأوا يتحركوا ويتكلموا. كمان في منظمات هنا في مصر، أنا اتقابلت مع كم دكتور كانوا في العريش. طبعا أنا بحب ألفت نظر السادة المشاهدين إن احنا معانا فيديو برضو لذكرى مجزرة صبرا وشتيلة. اتفضلي يا فندم. الأطباء دول أنا اتقابلت معاهم جايين حالة نفسية، مجرد اللي شافوه من الإصابات اللي وصلت في العريش، يعني ما دخلوش جوه، ما شافوش جوه، مجرد شافوا إصابات. فما دور العالم الآن بما يحدث للأطفال؟ تمام. الأطفال أصبح عندهم حالات نفسية. أنا لسه بتكلم بقول إحنا محتاجين أطباء نفسيين بعد انتهاء الحرب، عشان الدكاترة والمسعفين وفرق الإنقاذ داخل القطاع للشعب للأطفال، كل ده إحنا محتاجين فعلا بعد الحرب دي اللي كانت أقوى حرب عدت على الفلسطينيين منذ احتلالنا إلى الآن. ففعلا الحالة صعبة قوي، وهم دول مكاتب حقوق الإنسان وحقوق الطفل، هم اللي هيبتدوا يتحركوا. المنظمات الدولية دي كلها لازم تتحرك للأطفال، للنساء، للشيوخ. في تواصل يا أستاذ عبير مع الداخل الفلسطيني، مع الأهل في فلسطين، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ في، على كل ما بيكون في. إيه أخبار المعنويات هناك؟ للأسف مدمرة. أنا ابن عم لبابا مسعف، وأثناء الإسعاف كتب اتصال بأن هم قصفوا السيارة الإسعاف اللي هو كان فيها. صحيح. وهو دلوقتي في المستشفى، وأخوه دكتور بتواصل معاهم، دكتور خالد أبو سمرة، حالة نفسية مش طبيعية، بيقولوا أنت ما بتشوفيش. تخيل بقى لما دكتور مفرق أولاده في أكتر من مكان، دكتور أيوة محمد دهير، لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان لا قدر الله لو حدث أمر، يعني فوجئ بأن بنته داخلة شهيدة، دفنها وأكمل عمله. نفس الموضوع مع الصحفيين، يدفنوا قرايبهم ويروحوا يكملوا شغلهم. فين العدل فيما يحدث لأهلنا في قطاع غزة؟ أنا بتصل بأهلي نزحوا من الجنوب إلى من الشمال للجنوب. 1.5 مليون نازح في غزة، نزوح داخلي، وما زلنا بننزح. إن شاء الله خيرا بإذن الله، إنا لمنتصرون، وعد الله لا يخلف الله وعده. يعني لا أعتقد أن نواميس الكون وقضاء الله في كون أني لا يمكن أن ينتصر الظالم، لا يمكن أن يبقى محتل. طب معنا مداخلة الأستاذ شعبان الجرجيري، عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، رئيس لجنة التحكيم وعضو اتحاد المحامين العرب. أهلا أستاذ شعبان. أنا بحضرتك عضو نقابة المحامين وليس الصحفيين. أنا بعتذر يا فندم عشان أنا صحفي بس، فالتبس علي الأمر، حقك علي. وبعدين وبعدين الصحفيين والمحامين ولاد عم يعني. أي لا، أخوة هم. لا، العرف السيد عندنا في مصر نقول لك الصحفيين والمحامين ولاد عم. كل احترام يا باشا. الله يخليك يا أستاذ شعبان. ربنا يحفظك. معانا في الأستوديو يا أستاذ شعبان الأستاذ شعبان الجمال، صديقك، عضو مقرر لجنة الحريات اتحاد المحامين العرب. معنا الأستاذة عبير أبو سمرة، الكاتبة الصحفية والناشطة الحقوقية الفلسطينية. تحياتي شعبان بيه. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أستاذة عبير بترسل لك تحياتها. كل احترام أستاذ عبير، كل احترام أستاذ شعبان، كل احترام لحضرتك والقائمين على البرنامج. كنا بنناقش يا أستاذ شعبان في الحلقة إن كيف نوثق وكيف نصل قانونيا لإدانة هذا الكيان الغاصب وأن نطال رموزه بالمحاكمات. نعم نعم، يعني احنا في هذا الموضوع كان لنا شوط كبير خضناه في موضوع اللي هو رصد وتوثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتي بدأت منذ عام 48 وانتهاء بهذا العدوان الإجرامي الغاشم الذي يهدف إلى تصفية شعبنا وتصفية قضيتنا. هناك جهود مبذولة، نحن نقوم بالإعداد والتجهيز، وكان من ضمن مقررات اللي هو اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في الأردن من فترة قريبة،
لتشكيل لجنة قانونية وتكليف جامعة الدول العربية بتشكيل فريق دفاع من أجل تجهيز الملفات ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب الذي ينسق تلقائيا مع نقابة المحامين في فلسطين. فالجهود كلها حاليا تتضافر من أجل تقديم مجرمي الحرب الصهاينة وقادة هذا الاحتلال إلى العقاب عبر الجنائية الدولية. وقد قمنا بإرسال العديد من البلاغات والشكاوى، وطالبنا المدعي العام كريم خان بفتح تحقيق في جرائم الإبادة وجريمة العدوان التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، بحق أطفالنا. 6000 طفل ضحية لحتى هذه اللحظة، قصف المستشفيات والطواقم الصحية والطواقم الطبية والمسعفين وسيارات الإسعاف والمساجد والكنائس والمنازل السكنية على ساكنيها واستهداف المدنيين العزل، ويعني جرائم تندى لها البشرية، وجرائم كلها تعتبر جرائم حرب. والتهجير القسري للسكان قطاع غزة ودفعهم باتجاه الجنوب وخلق واقع جديد وهجرة جديدة ولجوء جديد وتصفية قضيتهم وإنهاء حق العودة ومخالفة كافة القرارات وقرارات الشرعية الدولية بمشيئة الله، القرار 181، القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين، ومخالفتهم لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية. وهذا ما عهدناه عليهم، أنهم ناقضي عهود ولا يحترمون إلا لغة القوة وينعتون المقاومة بالإرهاب. وهذه المقاومة الفلسطينية يعني شرعتها كافة المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية. طبعا يا فندم، مقاومة الأستاذ شعبان، طبعا يا فندم، مقاومة المحتل حق لكل إنسان، وأعتقد أن حتى القانون الدولي منع المحتل في بعض الأمور من الدفاع عن نفسه. نعم. فشاكر فضلك وشاكر المداخلة حضرتك، وإن شاء الله نلتقيك بعد كده في الاستوديو معانا، عشان بس الوقت خلاص يعني باقي حوالي دقيقة. فتحياتي لك وتحية للشعب الفلسطيني، وإن شاء الله تكون معانا في الاستوديو بعد كده. برجع لحضرتك أستاذ شعبان وأنت والأستاذ عبير، رسالة إلى رجل الشارع. نحن الآن محتاجون إلى اللحمة، زي ما قالت أستاذ عبير، زي ما حضرتك، محتاجون إلى اللحمة وإلى أن نبدو أمام العالم أننا على قلب رجل واحد. لأن فعلا حضرتك وبس في السوشيال ميديا وفي وبعض وسائل الإعلام معلومات مفرقة ليست مجمعة. إحنا عايزين اللحمة. تفضل فهم. رسالة إلى رجل الشارع. اعلم جيدا أن حركة طوفان الأقصى لم تكن تعدي على الكيان الصهيوني، بل هو رد الاحتلال. هب أنك في منزلك و24 ساعة كاميرات تراقبك في منزلك، هذا ما يحدث كان معهم. وفي هذا الوقت ماذا سوف تفعل؟ النهاردة عايزين الجميع يتكاتف، الإعلام يعمل على هذا الوقت. شكرا معالي المستشار. أستاذ عبير، طالب من شعب غزة الأبي أن يصبر ويتصابر. نحن معكم في جميع وطننا العربي، وعلى جميع الفلسطينيين بالخارج أن نتكاتف الآن يد بيد من أجل أهالينا في قطاع. وجميع الدول العربية على مستوى الشعب على الأقل. أنا قلت في الأول، قلت جميع الوطن العربي نتكاتف من أجل غزة، والآن كل الفلسطينيين في كل العالم مع الشعوب العربية والأوروبية. شرفتوني ونورتوني، والحديث كما يقال ذو سجون، وإن شاء الله يا رب عائدون، وإن شاء الله منتصر الشعب الفلسطيني، ونلقاكم إن شاء الله في ظروف أفضل. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين. كان معانا مع المستشار شعبان الجمال، مقرر لجنة الحريات باتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة الدفاع عن فلسطين بالنقابة العامة،
للمحامين. وكان معنا الأستاذة والصديقة العزيزة أستاذة عبير أبو سمرة الكاتبة الصحفية والناشطة الحقوقية، شرفتوني وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله في حلقات تانية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، أترككم في رعاية الله وحفظي على أمل بالنصر، على أمل بالخير إن شاء الله، وإنا لمنتصرون والله، إن الله لا يخلف وعده ولم يدم احتلال ولم يدم ظلم، وإن شاء الله خير يا فندم، نلقاكم جميعا على خير. حاضر يا معالي المخرج، تحياتي لكم، نلتقيكم في حلقة قديمة من برنامج الرأي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.